السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم العازف عبد الرحمن البحريني. في حلقة اليوم طبعا راح نأخذ عن إيقاع البولارية. إيقاع البولارية عبارة عن 12 عدة. المهم في إيقاع البولارية أن نحفظ الإيقاع مثل أي ستايل في الفلامينكو، أي إيقاع سواء كان السوليات، تانجوز، الرومبا، لازم نحفظ اللي هو الشكل الإيقاعي كصوت عشان يسهل علينا أن احنا نطبق التمرين أو المقطوعة في هذه المقطع. راح ناخذ نسمع الإيقاع شنو عبارة عن شنو صاير. طبعا الإيقاع بدون أي زخرفة، فالأفضل نحفظه بدون أي زخرفة أو تشكيل داخل الإيقاع. مثلا لو عزفناه مثلا بالكورد، واذا شحدناه شوية راح يصير، طبعا الزخارف كثيرة ويعتمد حتى على حس العازف او على حسب الجو مثلا من الايقاعات اللي قاعدة تشاركه اثناء العزف. عندنا شغلتين بيكون هو موجودين في الفلامينكو دائما تسمعون، كومباس وفالسيتا. الكومباس اللي هو الايقاع، الشكل الايقاعي نفسه ينعزف على الجيتار بس باللحن يعني. الفالسيتا اللي هو اللحن، او احنا نقول عنها اللي هو اللازمة اللي تي بعد الكومباس. راح ناخذ المقطوع الحين مع بعض مقطع مقطع بشكل بطيء. راح يكون تكنيك عبارة عن اربيت، استخدم ثلاث الاصابع ذلين اللي هو الاي ام اي مع الثام. هذا كان المقطع الأول. المقطع الثاني نفس التكنيك، نروح حق البي ماينر، نرجع حق الاي ماينر، راح أقوله مرة ثانية بطيء. طبعا
كل اللي سويته في البدايه المقاطع اللي قلتها هي كلها فلستها اللي هو اللحن او الميلودي. والحين ما عندكم باص اللي هو الايقاع. طبعا في شغله مهمه، انا كنت استخدم اللي هو الضربه على الجيتار الجولبيدر مع وانا اقول اللي هو الكمباس في اماكن معينه. ناخذنا على اللحن اللي انا مسويه اللي هو هاي ضربه في البدايه، بعدين في بدايه الكورد بعد مره ثانيه، بعدين مره ثانيه في العقبه في بدايه الكورد ايضا، راح تلاقون دائما في البداية. بعدين اللي هو الراشة راس جادو اللي هو اللي عبارة عن استخدم اللي هو صبع الصغير اللي هو السي والاي الام والاي. نروح حق الكمباس الثاني اللي هو عبارة عن اني قاعد اقول الايقاع نفسه مال البولارية، واتمنى تتمرنون على نفسه ذي المقطع. لحظة وان الايقاع قاعد اقوله مرة تحت مرة فوق، يعني وانا استخدم الايقاع الكمباس في البداية الكمباس الاولي كان عبارة عن تحت فوق فوق تحت فوق فوق تحت فوق تحت فوق، والعقبة كلهم راس قادو على تحت على تحت. في الكمباس الثاني كان عبارة عن تحت فوق فوق تحت فوق فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق. ليش؟ عشان في عقب ما يخلص الايقاع ذي راح ننزل مره ثانيه بالطريقه الصحيحه اللي هو راح يكون الشكل على تحت. اعيده مره ثانيه. فكان عبارة عن تحت فوق فوق في الإيقاع الكمباس الثاني اللي هو نفس الإيقاع اللي نستخدمه في البلارية، تحت فوق فوق تحت فوق فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق تحت فوق، عشان الردين يصير تحت فوق فوق وهكذا. طبعا أتمنى لأن يصير التمرين مع الإيقاع اللي راح تسمعونه بعدين تعزفون الإيقاع ذي الأخيري اللي في المقطوعة، تعزفون لانه هو نفسه الايقاع وتمشون مع التايم لين تحفظونه عشان يسهل عليكم البولارية. والله يعطيكم العافية، ولا تنسون بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس يوصلكم كل جديد، ولا تنسون تنشرون فيديوهاتي لكل احبابكم، واي مشاركات ممكن تكتبوا لي او استفسارات على اللي هو خانة التعليقات. والله يعطيكم الصحة والعافية.